بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 300. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في هذا البرنامج. أهلا ومرحبا. مرحبا الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة الأخت أم عبد الله، تقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح نصيحة حول التربية الصحيحة لأولادي، فأنا الحقيقة مع مجاهدة لأولادي في محافظتهم على الصلوات الخمس، وقد وصلوا إلى 16 من أعمارهم وهم مراهقون الآن، وقد فرطوا في هذه الفريضة، ووالدهم عندما أتحدث معه يقول: ما لك دخل، يكبرون ويعقلون. نرجو منكم التوجيه في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالولد له حق التربية الصحيحة، التربية البدنية والتربية القلبية، يعني يربي قلوبهم على ذكر الله وعلى حب الصلاة المحافظة عليها، لأنهم تحت مسؤوليتهم وهم مسؤولون عنهم أمام الله. كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، والواجب في حق الوالد في هذا أكثر من حق من الواجب على الأم، لأن الوالد له هيبة وله سلطة، يضرب عند الحاجة ويؤدب. فلماذا يقول هذا الكلام الذي لا فائدة فيه بل فيه مضرة؟ يعني لما أن الأم صار فيها الخير والحب، حب الخير لأولادها، وتأمرهم بالصلاة، تأمرها بتركهم ويقول يكبروا ويصلحوا أو ما أشبه ذلك، يصلحون بدون تربية. تربية سبب لصلاحهم، تنشئتهم. إذا نشأوا على تساهل في الصلاة لم يبالوا بها فيما بعد. والسؤال فيها أنهم بلغوا 16 سنة، هؤلاء بالغون ليسوا صبيان، سن البلوغ 15 سنة، فهم بالغون يستحقون الأدب والضرب إذا تركوا الصلاة. على الوالدين أن يقوموا بالواجب عليهم نحو أولادهم، التربية الصحيحة، تعاون على أمرهم بالصلاة وإلزامهم بها. أما أن الوالد يخذل ويقول مالك ولهم إذا كبروا، هذا كلام فارغ، هذا ضياع للمسؤولية، وسيحاسب عنه يوم القيامة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الكريم يقول: ما الفرق بين العزة والكبر أو التكبر؟ كلاهما بمعنى واحد متقاربا. العزة عزة النفس التي ليس معها تكبر، وإن ما هي عفة عما لا يليق، هذه طيبة. والتكبر لا يجوز للمسلم، إن الله لا يحب المستكبرين، وأول من استكبر إبليس لعنه الله، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبرياء لله عز وجل. المتكبرون يحشرون أمثال الذر يوم القيامة يطأهم الناس، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، والله لا يحب المستكبرين. الواجب على المسلم أن يتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه كما في الحديث، ولا يتكبر. الكبر ليس من صفات أهل الإيمان، صفات أهل الإيمان منها التواضع الذي يحبه الله ورسوله ويرفع الله به صاحبه، أن تواضع لله رفعه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للأولى للإمام في الصلاة بعد السلام، أن ينصرف بعد الصلاة مباشرة إلى المأمومين أم ينتظر قليلا؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وهو متجه إلى القبلة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متجه إلى القبلة، ثم ينصرف إلى أصحابه. هذا هو السنة. نعم. يقول في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد ارتياده لل
المساجد؟ نعم، يشهد له بالإيمان ظاهرا، يشهد له بالإيمان في الظاهر، أما الباطن والقلب فلا يعلمه إلا الله، لكن ليس لنا إلا الظاهر. من تحافظ على الصلاة في المساجد فإننا نشهد له بذلك. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم. يقول: إذا كنت في الطائرة ووجبت الصلاة ولا أدري عن القبلة، ما كيفية الصلاة فيها؟ وإذا رأيت بأنني سوف أصل قبل الفرض الثاني ماذا يلزمني؟ القبلة إذا لم تعرفها بالطائرة اسأل من معك من المسلمين، واسأل الملاحين سيرشدونك إلى القبلة إن شاء الله، فعليك أن تسأل عن القبلة. وإذا كانت هذه الصلاة ينتهي وقتها في الطائرة قبل النزول، إن كانت تجمع إلى ما بعدها فتنوي جمع التأخير، إذا كانت الطائرة أو الرحلة تنتهي في وقت العصر أو إذا كانت تنتهي في وقت العشاء، فإذا نزلت فإنك تصلي جمعا وقصرا، جمعا بين الظهر والعصر وجمعا بين المغرب والعشاء جمع تأخير. أما إذا كانت الرحلة قصيرة أو هذه الصلاة لا تجمع مع ما بعدها مثل صلاة الفجر، فإنك تصلي على حسب حالك واستطاعتك، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا طالب من سكان الرياض وأدرس في الجامعة في الخرج، وأذهب صباحا وأرجع في المساء، فهل أخذ بأحكام السفر؟ يا أخي، ما بين الرياض الآن والخرج مسافة قصر، تقارب البنيان من الخرج ومن الرياض، لم يبقى بينهما مسافة قصر، تصلي الصلاة تامة ولا تجمعها مع غيرها، فلتصليها في وقتها. نعم. يقول السائل عبد الرحمن الدحي من حريملة: في حديث ورد: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، حدثونا عن هذا الحديث وعن فضل غرس الزرع. غرس الشجر. نعم. نعم، الحديث كما ذكرت أن من غرس شجرة يؤكل ثمرها كالنخلة، أو زرع زرعا ينتج حبوبا طعاما، فإن أجر ما ينتج هذا النخل أو هذا الزرع أجره لمن غرسه أو زرعه كما في الحديث. وفي كل كبد رطبة أجر، إذا أكل منه إنسان أو حيوان أو طيور فلصاحب الغرس والزرع له الأجر في ذلك، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه فضيلة غرس الأشجار المثمرة وزرع الزروع المثمرة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الله يقول: شيخ، ما حكم من يجعل ما عنده من مال وما يملك لوجه الله ولا يترك شيئا لأولاده بعد وفاته، وما الأفضل في ذلك؟ لا يجوز له إلا الثلث فأقل. إذا أراد أن يوقف وقفا بعد وفاته، يعني معلق على الوفاة، أو يوصي وصية بعد وفاته، ليس له إلا الثلث فأقل، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: بالنسبة للمريض إذا صلى وهو جالسا لظروفه الصحية، هل يأخذ أجر وهو صحيح؟ يأخذ أجر القائم، إذا كان صلاته جالسا لعذر فإنه يأخذ أجر القائم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأنه ما ترك القيام إلا لعذر شرعي. نعم. الأخت تقول: بالنسبة للمرأة، هل مسح الرأس لها مثل الرجل؟ سواء. نعم، الرجل والمرأة يمسح كامل الرأس من الأمام من منابت الشعر إلى القفاء، يعني يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل والمرأة في هذا سواء. نعم. تقول هذه السائلة بأنها أم لطفل يبلغ من العمر 4 أشهر، تقول: أنا أكون متوضئة، إذا نظفته من النجاسة هل أتوضأ مرة ثانية؟ نعم، إذا مرت يدك على عورته
على القبل أو الدبر من غير حائل مباشرة فإنه ينتقض الوضوء، مس الفرج ينقض الوضوء إذا كان مباشرة، أما إذا كان من وراء حائل فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. عبد الرحمن الدحيم يقول: بالنسبة فضيلة الشيخ لمخاطر اللسان وترك العنان له، ما هي هذه المخاطر وماذا توصين بهذا الخصوص؟ اللسان خطره عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذا حفظ لسانه وحفظ فرجه فإنه موعود بالجنة، هذا فضل عظيم. اللسان خطير، إذا أطلقه يغتاب ويمشي بالنميمة، يشتم ويسب وغير ذلك، فإنه يأثم بذلك ويحصى عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يتحفظ الإنسان من لسانه. ولما سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يحفظ الإنسان لسانه. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. نعم. هذا يسأل ويقول: ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في عقد الزواج؟ هل يجوز عقد الزواج بمجرد تسميته بمبلغ الصداق فيه دون أن يدفع شيء من المهر للأب، وذلك باتفاق الطرفين؟ نرجو منكم الإفادة. لا بد من الصداق، إن كان مسمى فإنه يعمل به، وإن كان غير مسمى فإنه يقدر ويجعل لها مهر مثلها، لم يكن مسمى يفرض لها مهر مثلها. الصداق حق للمرأة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويصح العقد بدون تسمية الصداق، ولكنه لا بد أن يكون هناك صداق يليق بالمرأة، فإن كان مسمى فيؤخذ المسمى، وإن كان غير مسمى فإنه يفرض لها صداق مثلها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي سؤال وحول الطلاق، وهو سؤالي عن طلاق المرأة في القلب، هل يقع وذلك إذا لم يتلفظ به المسلم؟ الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ من غير إكراه، تلفظ من غير إكراه، إذا تلفظ به وقع، ولو كان هازلا أو مازحا فإنه يقع، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: عند أدائي للعمرة هل يجب أن أقول لبيك اللهم عمرة، أم تكفي النية بالقلب فقط؟ النية بالقلب لا بد منها، ولا ينعقد الإحرام إلا بها، وأما التلفظ فهذا إذا تلفظ بما نوى بأن يقول لبيك عمرة لبيك حجا، تلفظ بالنسك وسمى، لا بأس بذلك. نعم. هذه سائلة تقول لي مسألة في الرضاعة يا فضيلة الشيخ، وهو أن لي أخت وقد أرضعت ابنها البكر مع ابني البكر، فهل تحرم البنات اللواتي من بعد هذا الولد على أبنائي؟ تحرم بناتك على المرتضع فقط، ولا يتناول التحريم إخوته، بل هو خاص بالمرتضع. نعم. أحسن الله إليكم. ما القول الصحيح في إهداء ثواب الأعمال من الاستغفار والذكر والتسبيح والتهليل للميت لأن والدي توفى وأريد أن أقوم ببره؟ نعم، هذا طيب. استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي، تستغفر لك ولإخوانك وأقاربك سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وكذلك الصدقة عن الميت يلحق ثوابها به إذا تصدقت عنه، والأضحية أيضا، وكذلك الحج عنه والعمرة عنه يلحق ثوابهما إذا تقبلهما الله سبحانه وتعالى لورود الأدلة لذلك. نعم. هذا يسأل ويقول لي سؤال عن الأضحية، هل الأضحية في كل سنة، وهل هي عن الأولاد أم عن الأب والأم، وما الحكم في ذلك؟ الأضحية إن كانت وصية في كل سنة فيلزم هذا عملا بالوصية، أما إذا كانت تبرعا فالسنة نعم أن تكون في كل سنة، هذا
هذا هو السنة، ولو تركها فلا شيء عليه، لكنها سنة مؤكدة، ويكون ثوابها له ولمن نواه من الأحياء والأموات من أولاده وغيرهم. نعم. له فقرة أخرى يقول فضيلة الشيخ: هل يشترط أيضا في حال الذبيحة أن تكون التسمية عليها باللغة العربية وكذا لفظ الله أكبر؟ نعم، الذي يحسن العربية لا بد أن يسمي على الذبيحة بها ويكبر باللغة العربية، أما الذي لا يحسن اللغة العربية فإنه يستعمل لغة قومه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. هذا سائل يقول: بالنسبة للشراب يا شيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ثم مسحت عليه مثلا لصلاة الظهر ثم خلعت الشراب ما زلت على طهارتي، هل يجوز أن ألبس الشراب مرة ثانية وأمسح عليه لصلاة العصر؟ لا، وإذا خلعت الشراب فإنه يبطل المسح، لأن المسح إنما يكون على وجود الشراب، إذا خلعتهما صار الواجب الغسل، غسل الرجلين. نعم. هل ورد حديث من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار؟ نعم، ورد بهذا حديث صحيح، وهذا فيه الدفاع عن عرض أخيه حيا أو ميتا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أيهما أصح في تحريك أم عدم تحريك الأصبع عند التشهد، وما الصفة الصحيحة في ذلك؟ رفع الأصبع عند التشهد عند ذكر الجلالة هذا سنة، رفع السبابة عند ذلك هذا سنة إشارة إلى التوحيد، وإذا لم يرفعه فلا بأس، صلاته صحيحة، وإن شاء أن يحركها أو لا يحركها الأمر في هذا سواء. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم محمد تقول: من عادتي في كل يوم بأنني أقوم الحمد لله بقراءة الأوراد الشرعية الواردة في الصباح والمساء، وأنوي في ذلك حفظ أولادي، فهل يكفي ذلك في حفظهم بإذنه تعالى أم لا بد من القراءة عليهم وهم أمامي؟ لا، القراءة عليهم هذه رقية، ما هي ورد، هذه رقية من الإصابة، وأما الورد فيكفي قراءة الورد بالنية، بنية الورد قراءة تكفي عنك وعن من نويت عنه. نعم. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: بالنسبة للمرأة إذا لم تعتمر وقد بلغت من العمر 30 سنة وقد حجت، هل لها ذلك فضيلة الشيخ وعليها وزر؟ نعم، العمرة واجبة على الصحيح، مرة واحدة في العمر تعتمر متى ما تيسر لها، أو لازم تعتمر مع الحج قبله أو بعده، ما في مانع. نعم. يقول أخي الأكبر: أنا أرافقه في المستشفى وهو منوم منذ شهر، ويقلق إن ذهبت إلى المسجد لصلاة الفريضة، لذا يأمرني يا شيخ أن أصلي عنده، فهل أعذر بالتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ نعم، تعذر في هذا، إذا كان يحتاج إليك ويتضايق إذا ذهبت إنك تصلي عنده، وهذا عذر لترك صلاة الجماعة. نعم. نختم هذا اللقاء بسؤال الأخ أبو عبد الله، يقول: في الآونة الأخيرة يا شيخ نرى بعض القلائد التي تكتب عليها الآيات القرآنية، فهل يجوز بيع مثل هذه القلائد والقيام بشرائها؟ لا يجوز هذا لأمرين: الأمر الأول أن بعض الناس يعتقد أنها تدفع عنه الشر أو أنها تجلب له الخير، تكون إذن بمثابة الحروز والحجب الممنوعة، لا يجوز اتخاذ القرآن للحروز والحجب ويعلق لا في خرز ولا في غيره على الصحيح من قولي العلماء. والأمر الثاني أن هذا فيه إهانة للقرآن، إذا كتب على الخرز فيه إهانة للقرآن، هذه المسبحة تلقى في التراب أو في محل غير مناسب، فيه إهانة للقرآن الكريم. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله في علمكم على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.